قفوا بمخافة من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير. بركات على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي. بركات على جميعنا آمين. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد، ليشبعنا من خيرات بيتك. قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملشي صادق. الرب عن يمينك يا أبانا الطوباوي البطريرك البابا أنباط ودروس الثاني، وشريكيك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ميشائيل وأبينا الأسقف المكرم الأنبا ديمتريوس. الرب يحفظ لنا حياتكم. آمين. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحد خمسة وذنات وآخر وذنتين وآخر وذنتان، كل واحد على قدر طاقته، وسافر. فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمس أخر، وهكذا أيضا الذي أخذ الاثنتين ربح اثنتين آخرتين. أما الذي أخذ الواحدة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده، وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ الخمس وذنات وقدم خمس وذنات أخر قائلا: يا سيد، خمس وذنات أعطيتني، هو ذا خمس وزنات أخر ربحتها. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير،
ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال: يا سيد، وزنتين سلمتني، هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. والمجد لله دائما. لبون افقف خن بيمها قطاني اسمي مبرو في تيكون خن بيما شو تن ايه او بخريستوس اني استي Χριστός εμπούρου εν τένο αυτόν βίβουλ χενίες μου ερεπερε μπίναμ νεμπε βιώτεν αγάσο Nem biebne vama es owe Yes gentino nem shai Jefes mara uten jeviot nem epshi Rinem biebne vama es owe tetreia se ji ke vo ten oste mostanti